خلينا ما ننساش برضو في كلامنا، احنا خلاص اتكلمنا عن دلوقتي عن البالغين وعن فكره النحافه ومرض النحافه، خلينا سريعا كده نتكلم عن الاطفال اللي عندهم نحافه، نتعامل معاهم ازاي؟ الطفل اللي طول الوقت نفسه مسدوده مش حابب ان هو ياكل، ممكن الام تتعامل معاه ازاي؟ اولا انا ما ينفعش يعني اغصبه على الاكل، ده رقم واحد، بس رول نمبر 1 نتفق. ده احنا في مصر عندنا عارفه سلاح الام يبقى جنبها كده وهي قاعده تاكل ولادها، فده رقم واحد، لان دي حاجات والله فعلا مش مبالغه بتاثر على علاقته مع الاكل قدام، وممكن تفضل يعني مسببه له مشاكل لسنين طويله قدامه، بتدخلنا في ايتينج ديس اوردرز اللي هو اضطرابات في الاكل التغذويه بسبب مشاكل من الطفوله، فاهمه قصدي؟ فلازم اول حاجه مش هغصب عليه، انا لازم هحايله، يعني انا لازم هجرب الحاجه بمره واثنين وثلاثه واربعه بكذا طريقه، ومش مره ومش مرتين، انا هجرب الحاجه كذا مره وبكذا طريقه، لان ممكن يقول لي مر يعني مرتين لا، يجي على الثالثه بطريقه مختلفه يرضى. ومش معنى ان هو قال لا على حاجه ان انا مش هجربها تاني، انا ممكن اديه بريك كام يوم يحاول يعني ينساها شويه واحاول اعملها بطريقه مختلفه. بالظبط، احترم شهيته، انا ما ينفعش انا اللي هبقى انا اللي هحكم على شهيته. ممكن طفل بيقدر شهيته قادره ان هو ياكل وجبه كبيره، طفل تاني غصب عنه حجم معدته وشهيته وراسه. في طريقه لتوسيع المعده ان شهيه الطفل او قدرته على الاكل ده هي تكبر شويه؟ في فكره بس ان انا ما اجمعش مشروبات كتير بالاكل، دي من اهم النصايح اللي في امهات كتير بتقع فيها، يعني بتقعد تبلعه بعصير. طب ما هو نفسه تسدد فعلا، هو نعمل ايه؟ طيب هو شبع، نوقف سناكس قبلها، نوقف حلويات او الحاجات. بصي هو يعني الطفل ليه مثلا عدد سعرات معينه، احتياجات معينه، والله انت اديتيها له معظمها من حلويات، هتلاقي نفسه مشدوده، يعني ما خلاص هو شبع، هتجيبي نفس منين؟ فلازم طبعا زي ما احنا متعودين كده ان ايه، اكلك الاول، طبقك الاول، والحلويات بعدين. ده صح، ده مظبوط جدا، واحترم شهيته، اقسم وجبته، لو مش قادر ياكلها على مره مفيش مشكله هنقسمها على كذا مره، فاهمه قصدي؟ بس انا ما لا ينفع غصب ولا ينفع تهديد ولا ينفع، على فكره ما ينفعش برضو ان الحياه كلها تبقى مكافئات بالحلويات. خد وهجيب لك البونبوني ده، خد وهديك حته الشوكليت، فاهمه قصدي؟ بالعكس، انا من اول ما الطفل هيبتدي يكبر شويه ويوعى يعني واعي قادر اخاطب مخه، ببتدي افهمه ان ده لصحتك، ده عشان ما تعياش، ده عشان صحتك تبقى احسن، هكذا. ولو عايز تاكل حلويات هناكلها بس مش مكافاه، هناكلها بس بعد الوجبه وكميه معقول، فهمتي قصدي؟ تمام. وطبعا في برضو مكملات من اللي احنا بنقول عليها اللي هي فيها بروتين وكربوهيدرات، دي برضو تنفع للاطفال جدا. في حاجات كتير قوي للاطفال يعني بنفس الطريقه، فبتساعد برضو.